بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا في سؤال وارد وبكثرة، طبعا معروف احنا دلوقتي في قضية التراويح، ازاي نصلي التراويح واحنا عندنا في زمن الوباء والمساجد مغلقة، فهل ينفع ان احنا نصلي التراويح في البيت؟ اولا بعد حمد الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، التراويح لا شك انها سنة مؤكدة عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن التراويح في المسجد افضل ولا في البيت افضل؟ لا شك ان في المسجد افضل، ولذلك جمع لها الناس سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه وارضاه. النبي صلى التراويح حوالي 3 ليالي جماعة، وبعدين بدأ النبي عليه الصلاة والسلام ما خرجش للصحابة، قال خشية أن تفرض عليكم، فكانت دي العلة. طبعا في زمن سيدنا أبو بكر كانت الناس بتصلي فرادة، لكن لما جه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه جمع الناس، لأن الاجتماع أفضل من التفرق، فجمع الناس على سيدنا أبي بن كعب رضي الله عنه. فلا شك أن التراويح جماعة وفي المسجد أفضل، لكن في زمن الوباء وفي زمن البلاء في الأزمان اللي احنا عايشين فيها نعمل إيه؟ طبعا نصليها جماعة، كل واحد في بيته، كل واحد يجمع أسرته يبدأ يصلي التراويح في بيته، ويستحضر النية من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. طيب أنا كان نفسي أصلي في المسجد، تاخد نفس الثواب، هتاخد نفس الثواب. الدليل النبي عليه الصلاة والسلام في البخاري بيقول إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. فبنياتكم ترزقون وبنياتكم تؤجرون. انت نيتك اللي هو لو دخل رمضان ان شاء الله لن انقطع عن صلاة التراويح في المسجد، تاخد الاجر ده ان شاء الله كأنك صليت في المسجد. لكن ما ينفعش تقول والله احنا نفسنا المساجد تفتح وانت اصلا ما بتصليش في البيت حتى التراويح يعني. فانت الاصل جمع الاهل، جمع الزوجة، جمع الاولاد، جمع حبايبك اللي معاك في البيت، وابدأ صلي التراويح جماعة في البيت، ولك الأجر بإذن الله تبارك وتعالى، والله أعلم.